شو الطبيعة كي دايرة هنايا. ولكن راه من القبيلة عاد تقريبا دابا راه جاي القسمين. شو شحال دابا في الساعة؟ دابا 10:10 باقا لي هو المس شي 39 هكاك. كاين العقاب هنا بزاف، نشوفها الطوموبيل غدوز غتهون مع هاد البطاطا دي غدوز. راه الطريق فين كاين؟ راه ها الطريق فين دايزه تما، غادا دوز الطوموبيل وغتمشي وغدور مليو وغدوز داك الجبل. راه من مول داك الجبل راه هو غدوز. صراحه منظر رائع وكاين العقابي بزاف. كان طلع 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 والله الا راسي ولا تضرني، عييت عييت فهاد البلاصه. راه قوت فيها تقريبا من هذاك البلاصه. راه هي حتى لهنا بغيت نرد شويه النفس. هي دوز الطوموبيل، بغيت ناخد شي بلاصه ونريح فيها شويه. نسارح والله ما تسارحت من 4 الصباح. داك الوقت اللي ريحت ناكل فيها هي اللي ريحت، وكانت الشتا كانت كتصب الشتا كما كتشوف الاخوه. راه الطوموبيل غادي راه دايزه، الا كتبان في الكاميرا راه هي. ما انا ما ظنيتش غادي تبان.
السلام عليكم اخوان. المهم واحد الميساج للدراري اللي كيديروا الطريق خنيفرة مثلا، غيجي من قنيطره ولا الرباط فهمتي، ولا كازا، يعني كازا الرباط وداك النواحي، ما يديرش الطريق ديال تيفلت معزيز. معزيز سي داس والماس، راه كاين واحد اخويا، واحد كاين الاخوان، واحد طلع، راه اش نقول لك، راه 60 كيلومتر والله ما بغات تقاضى ليها. الاتجاه اللي جيت منه انا كما قلت لك بيكال غادا في الاتجاه، واحد العقبه هنا راه ما بغاش تسالى ليا، تقريبا راه شي 60 كيلومتر، وانا كنبيضر وتنتمشى على رجلي، كنطلع هاد العقبه هادي، ملي كنعيا كنهود كنقود وعاود كنركب. وهاد الطريقة ديال الاخوان ما ننصحكمش فيها، راه الما فيها الما قليل فهمتي. تلاقاني غا واحد مول الكاميون، عطاني ثلاثة القرعات، عندي القرعة ديال الماء، عندي هاد الباك هادي كما كتشوفوا حتى هي راه كندير فيها الماء، هادي راه عامرة، عندي هادي تهز جيترو ديال الماء، جيترونس ولا جيترو ديال الماء. المهم كنصحكم الاخوة اللي غايدير هاد الطريق هادي يكونوا ضروري يكونوا جوج، ويكون عندهم الريزيرف، ومن الاحسن ما يديروهاش بيكالا، يديروا طريق مكناس، واخا كاينه طريق شويه يعني طويله، والله الا احسن من هذه، ارحم من هذه. هنا الاخوان كما كتشوفوا الدنيا كامله مجبله هنا كامله، عييت والله الا عييت. المهم كما كتشوفوا الاخوان، هاد الطريق هادي خايبه بزاف، ما ننصحش شي واحد عنده بيكالا يديرها، بالخصوص اذا كان في هكا داير، يعني كان غادي راحل فهمت، يعني دار مواد ترحيل، هذا هو ديال الترحيل. الله رب يا خويا الطريق هذه من الاحسن والله، موطور وداكشي ديرها عادي. يلا الاخوان السلام عليكم، وبقاو معي في الفيديو، يلا تحياتي. انتما يا اخوان واحد الغابه هنا، غابه والجبال راه هما فهاد البلاصه، كي الفوق كيبان الجبال، من هاد الطريق من هاديك الطريق جيت فهمتي. الا كان تيبان لكم واحد الخط من هنا في وسط الجبل، هذاك راه الطريق هي اللي طلعت معاها وجيت معاها، باقي غنقود تركب مره وتعاود نهود تنعيا تعاود نقود عاوتاني. هذه هي الطريق اللي جيت معاه، هذا هو الاتجاه اللي غنمشي فيه. ها كما كتشوفوا خنيفرة 108 كيلومتر، طريق 457 495 وقيلة 95 خنيفرة. راسي تنفخ هاد الصهد، واخا ما كاينش الشمس، كاين شويه الحراره، مزمود شويه الحال وعرقت فهمتي، مع فقد الطاقه بزاف فهمتي. 60 كيلومتر غا عقبه او تحية الإخوان، تحية المحبين، المحبين ديالي.
ما عمركم شفتوا الاخوان واحد الكلب الصغار والله ما بغيت تفرط معايا. تصور غير ركب على البيكالا وغادي نكسيري وغيبقى تابعني وغنفراني يبقى نفراني وكسيري نفراني وكسيري حتى غيمشي في حاله وما سخوطنيش. هذاك الكحل الكحل مشكل يعني شي.